فرحان اليوم انني معكم في اليوم 24 اخبار اليوم. فكرة جات من بعد الطلب ديال الجمهور، بعد التسرب ديال واحد المقطع من الاستوديو، الجمهور طالبني انني نخرجها يعني فيرسون كامله، وعاودنا لها التوسيع ديالها وانا موسع بلال وخرجناها. اي حاجه يعني كتكون لابد لها من منتقدين، يعني اي حاجه كتثير جدل فهي كتثبت انها موجوده. فاحنا يعني خلال العمل على هذا التيتخ هذا حاولنا ان احنا ما نطيحوش في النمطيه والتقليد بقدر ما ان احنا نحافظوا على السيل ديال امينوكس في الغناء، يعني بحال اللي قلتي، وما همناش ديك الساعه يعني خدينا مغامره، والمهم عندنا هو نحافظوا على ليدونتيتي ديال الموسيقى ديالنا، يعني بلا ما نبدلوا منا حنايا يمكننا نغنيو الوان اخرى. يعني ماشي تكريم، ماشي واش تكريم، يعني غير فقط يعني كشرف ليا ان نعاود اغنيه ديال واحد الفنان الله يرحمه اللي كان عنده طابع خاص ديالو واللي الشعب الجزائري كيبغيه، هو انا عندي فانس في الجزائر. فانا يعني فكره جات فقط من طلب الجمهور، ويعني ما عندهاش شي بعد اخر. كانوا ردود فعل ايجابيه وكاين ردود فعل سلبيه، يعني بطبيعه الحال يعني اي واحد مني كيغني اغنيه ديال مغني اخر راه لابد انه ما غاديش تكون بحالها، يعني والناس كاين اللي عاهدها بديك الطريقه، فربما هو نوع من التفاجؤ، نقولوا تفاجؤوا كيفاش ان اغنيه كانت سونتيمونتال ولات محركه. ولكن هذا هو امينوكس، يعني دائما الرساله هي السلام الحب النشاط هادشي اللي كاين. مسألة صدفة وصافي، يعني انا قلت لك ار ان بي يعني هو قريب شويه للراب لان كتشد الكلمات وكتعطيهم واحد اللحن صغير وبعد كيوليو يعني مقبولين من طرف الجميع. فجا بحكم يعني قلت لك بحكم انني يعني بغيت ندير كارير سولو ديالي، ومن بعد داك الار ان بي حاولنا احنا نقربوا للشعب شويه، يعني شعب الناس شويه باش يقرب للشعب، فما يمكنش الفنان يبقى يغني غير النخبه. امينوكس عرفوا الجمهور بانا وياك وثق فيه في ويما وتشار بزاف، فماشي بحالو هذا ضيضي وما غتسولينيش على هذا ضيضي حيت عييت. علاش وجات كيسقسيو هذا السؤال بزاف، وجات في الاخر بحال اللي قلتي ما كاين محسن اللي هي يعني هذيك بينت شنو هو السيل ديال امينوكس بالضبط. كلمات والحان ديالي اغنيه سميتها فولو مي، وكاين باقي تردد بينها وبين اغنيه اخرى، المهم جوجهم هما متوجهين نحو العالم العربي، وحده فيهم غادي تخرج كليب والاخرى غتخرج سينما. يمكن نمشيو في نفس الاتجاه وفي نفس التوجه، ولكن النمط الموسيقي غادي نحافظ على النمط ديالي. غادي تعرفي ان شاء الله ملي غادي تسمعي الاغاني غتحسي ان امينوكس بقى هو امينوكس واخا توجه نحو العالم العربي. مشاركة في موازين كانت يعني شرف ليا وكانت أول تجربة يعني في مهرجان كبير من ذاك النوع. الحمد لله الحفل داز في ظروف يعني جد زعما جد مناسبة ومحترمة، والمنظمين كانوا فرحانين، ويعني حتى الجمهور مشى فرحان، وهذاك الشيء اللي خرج من بعد راك عارفة مجرد تخيكي شوية، لأن لو كان ذاك الشيء وقع في مهرجان عالمي بحال موازين ما كنظنش أن المنظمين ما غاديش يوقفوا الحفل. هذا اللي كان، وبالنسبه لي انا قلت لك هذاك شرف، والارتيست كل ما كيزيد لسان كل ما يعني بحال كنقول لك تزاد الحنكه وكيزيد يتعلم شي حوايج. ومساله الصوت بحال اللي كنقول انا ديما، فانا كنخدم على اللحن والكلمه والاداء، وكل واحد عنده صوت، يعني كاين اللي عنده صوت مقبول كاين اللي عنده صوت واعر، ولكن ماشي كاع اللي عنده صوت واعر واصل وماشي كاع اللي عنده صوت مقبول واصل. الحفل تلغى لدواعي امنيه من بعد داكشي اللي وقع في البلاك فريداي، فحنا فضلنا مع اللجنه المنظمه و يعني بحال متعهد الحفلات هو اللي خد القرار مع الاداره ديال ميغامول بانه مؤجل الحفل 10 ديسمبر. كنقول لهم تابعوا اخباري الى اليوم 24، وان شاء الله الجديد يعجبكم وانتم ماشي بحالهم.